הסרטון בחסות בסגת הכרמל, מורה נהיגה. מהיום התיאוריה זה לא מה שהכרתם. בפסגת הכרמל נערכו לשיטה החדשה למבחן העיוני. טלפון בסמוה ב-052-669-7799, סלמללה 052-660-3949. חומרי בניין ביג דיל, הצבעים החמים של הקיץ. כל חומרי הבניין בהנהלת עלי חלבי ליד קנגרו. טלפון 04-8-3-5-2-2-6. بدناش نقعد ندور على بعض هناك، خلينا نضلنا مع بعض. قد ما تقدروا تخلوش الولاد يركضوا. اما الولد بيركض في قاعدة الهواي، ديروا بالكم شرفكم هناك. انتبهوا نروحوا نحلى الولاد وديروا بالكم عليهم، انتبهوا كثير للمي. كل ما اخذ معه مي وطلعتي. اسمي شهد اما لطارق وهبة. اما لطارق وهبة. كيف يعني كان في اقبال من الاميات انه طيب سادر اغلب اجا اغلب اجا وكيف الانطباع انه حابين انه بعد مره يكونش عن الشكل او المحل اي كثير المحل كثير حلو دفكا انا ما توقعتش انه قد يكون حلو وكبير كمان اي كثير حلو انبسطنا كثير جو حلو حدثنا انبسطوا الاولاد حدثنا بسادر انا ازهر حلبي امه لارز حلبي بتمنى كل ام بدها تحط ابنها بس عند عناته عبير مقلده لانه احلى من هيك معلمات و عبيرة ما فيش وهي رونيت هون كمان بدها تحكي معكم يلا تفضل إيه انا كثير مبسوطه في بابا ليمو في جان بابا ليمو لانه روزان كانت كثير كثير يعني بدها اولاد يعني صارت بس راحت على الجان صارت شيء ثاني بتمنى الاميات يكونوا مبسوطين هي مقلده نحن في رحله مع جان بابا ليمو مع المعلمات عبير وعنات وميرا هون الجو كتير حلو والولاد كتير مبسوطين شكرا كاني بابا ليما انا وعبير اختي طبعا وان شاء الله تكون سنه منيحه على الكل يا بعدي دوري ها يلا دوري كيف رايك اليوم في الجو الاهالي والولاد كتير مبسوطين لما الولاد مطيبين والاهالي كيف انت شايفه كتير مبسوطين بتمنى لهم يوم سعيد وحلو كثير وهيك احنا بمشي كل السنة وانا عبير مقلدة المعلمة ما شو انطباعك اولادي مكيفة الاهل مكيفين وحلوة الرحلة في اخر السنة للولاد بتحبوا يعني تعيدوا الاشي كل سنة ولا طبعا كل سنة بنروح نحن بنروح رحلة تلخيص للسنة الدراسية بتكون عنا رحلة رحلة مستكامل وطبعا السنة الجاية بدنا نروح على مناطق ثانية مش بس هون على منطقة اليابور يعطيك العافية سهام مع أي جان أنت جيتي؟ نحن مع جان ألطار حلبي طبعاتي كثير 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 حلوة مبسوطين كثير كثير كلهم مبسوط الأميات والأولاد محل كثير حلو يعني خفشي ولذيذ وأمان كله بيستدر جمهور والمعلمات يعني كثير كثير بيستدر يا ختملا ودايرين بالهم الكل بيستدر جمهور مش أي بعايا أمار مقلدة يوم كثير حلو بجنن عن جد يعني هاي أحلى تيول مع الأولاد وخبايا بالتريش كاخر زي ما بقولوا أكثر إشي يعني الأهل كمان مكيفين مش بس الأولاد وخبايا على زمان الجان بابا ليمو عن جد بجنن إشي غير شكل معلمات كمان عيسر عبير وعنات وميرة أزهر حلبي أي روضة أنتو كيف انطباعاتك عن اليوم؟ روضة الزهرة نحن اليوم إجينا رحلة ترفيهية عشان ننبسط ونكيف كثير مع كل الأهالي والحمد لله كل الأهالي شاركونا يعني مشكورين كثير ومبسوطين كثير هون بتحبوا تعيدوا يعني على كمان جايين مجموعة روضات من دلة الكرمل هذا إشي كثير بيسعدنا يعطيكم العافية شو اسمك وشو انطباعاتك؟ اسمي زهرة مقلدة طبعاتي كثير حلوة بوجود الأهل بوجود الأولاد وبس شوف الأولاد مبسوطة بكون أنا مبسوطة أكثر في أي جان أنت عزابت؟ بشتغل في جان روضة الدوالي مع مها حلبي
كيف كان انطباعاتك مثلا من تجاوب الاهل؟ التجاوب كثير حلو وكبير، تقريبا الاغلبيه اجى على الرحله. سوار صوت خليل عيد ميلادها كان اليوم، المحل كثير كثير حلو وبجنن، يعني عيد ميلاد عملنا لها احلى عيد ميلاد، كمان بمساعده الاخت عبير وعنات من جامبا باليمون، كل الاحترام لهم وبالنجاح للجميع. Thank you.